Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen سلام البنات نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله البنات ان شاء الله اليوم جيتكم بالجديد اليوم غدا نقدم معكم واحد المعلكه اللي معلكانيت كتجي رائعه وغزاله ونتمنىكم تجربوها وما تنسونيش البنات من اللايك والبارتاج باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد اليوم البنات غدا نقدم معكم كما قلت لكم في اول فيديو غنقدم معكم المعلكه اللي كتجي غزاله ومعلكه اول حاجه غنبداو البنات هما المقادير اللي غنعطيكم وغير جربوها وتبعوا الطريقه اي وصفه كنعطي لكم في القناه ديالي كونوا على اكيد كتكون ناجحه مليون في المئه البنات نبداو على بركه الله اشنو عندنا في هذه المعلكه ديالتي المعلكه البنات بالكوك ما غنديرهاش بالسميده المهم غير تبعوا الطريقه وراها ناجحه الناس اللي اللي ما كيعطيوكمش المقادير المقاده ديال المعلكه بالكوك انا غنعطيكم اليوم الوصفه الخطيره ديال المعلكه بالكوك اللي غتنجح معاكم مليون في المئه المهم البنات كما كتشوفوا عندي هنايا الكوك داك الميدم عندي نص كيلو نص كيلو بالعباره البنات عندي نص كيلو ديال الكوك عندي جوج كيسان ديال الزيت عبر ديال العنبه عندي جوج كيسان ديال السكر كلاصي كما كيبان لكم وعندي كاس تاع الفورس يعني كنأكد البنات على كاس تاع الفورس وربعة البيضات يعني بحرارة المطبخ وعندي واحد الفانيا وجوج خمارات نبداو على بركة الله أول حاجة البنات اللي غنقول لكم عليها البنات غناخد المولينكس ديالي هي اللي غندير فيها هاد سميتو هاد المعلكة ديال الكوك المهم البنات واخا غير تقولوا أول معلكة في المولينكس البنات المعلكة في المولينكس هي كتعطينا ديك التعليكه غنطحن البيض مع الزيت مع السكر كلاصي هما اللي كيعطيونا ديك التعليكه اللي كتجي في المعلكه هانتو البنات غير تبعوا معايا انا الفيديو ما غادا نقطعوا ما حتى شي حاجه غنمشي معكم مرحله بمرحله غير تبعوا معايا غير الطريقه وبغيت كتكونوا ديما البنات غاسلينو ربما تكون فيه شي حاجه ولا ديت عليه شي حاجه وكتقيسوه بيديكم ضروري تغسلوا البيض هانتو كيما كيبان ليكم هنا البنات غناخد جوج كيسان تاع الزيت باش تجينا هاد المعلكه كتكون معلكه ضروري نديرها انا في مولينكس باش تعطينا ديك التعليكه راه كتبان لك المعلكه مشقه ولكن ما كتجيش معلكه من الداخل المهم هنا عندي جوج كيسان ديال السكر كلاصي المهم دابا غنطحنهم في مولينكس البنات ناخذ المولينكس ديالي هيا وغنزيد الفانيا البنات غنزيد الفانيا دابا غنخويها وحط طريقه ديال الملح ضروري ما نساوهاش اي حلوه البنات واخا ما نعطيكمش المقادير كان سبع مرات الملحه ولكن ضروري الملح البنات صافي دابا غنطحن هادو صافي البنات ها هو طحنتو حتى ولا الخليط ديالي معلك البنات صافي غنحيد هنا المولينكس ونحطها على جنب صافي وهنا غناخذ واحد بحال كيا بول نخدم فيه غنخوي البنات هذاك الخليط ديالي شوفوا كيجي معلك البنات هذه هي التعليكه ديال الحلوه ديالتنا ديال اليوم راه ما يمكنش انها ديري هذه الطريقه وما يصدقش لك ضروري تبعي الطريقه اللي عطيتك اليوم وغتصدق لك البنات المعلكه ديال الكوك بزاف ديال البنات تيقول لك راه ما كتجينا مشقه وكتجي قاصحه البنات الا تبعتوا الطريقه ديالتي ديال اليوم راه ما يمكنش تجيكم قاصحه المعلكه ديالكم المهم
دابا البنات غنستعمل ايديا بحال هكايا، غندير البنات هذاك الكاس تاع الدقيق على هذا الشكل، وغندير نص ديال الخليط ديالي ديال الكوك، ونبقى غادا نخوي بشويه بشويه. المهم دابا غندير النص ديالو، نحل حدايا البنات. البنات انا راه ما قطعت لا فيديو لا والو، غادا معكم بمرحله بمرحله. المهم غنوجدو بحال هكايا ونحرك صافي يا البنات. راه ما يمكنش انكم ديروا الطريقه اللي عطيتكم اليوم وما تصدقش معكم المعلقه ديال السميده ديال الكوك البنات، ماشي ديال السميده، غير ديال الكوك والدقيق. هذه هي الطريقه الخطيره البنات باش كتجينا معلقه وغزاله. المهم انا غندير دابا هذوك جوج خمارات، وغنبدا نزيد في الكوك البنات. ربما يكون حيت كيكون الكوك اللي كيشرب، انا كندير فيها نص كيلو البنات كيكون كافي، غير انا كنخاف على حسب النوعيه ديال الكوك. كل مره كيفاش كتجيبي الكوك من عند من عند مع ما كتقداي، كاين الكوك اللي كيشرب كاين الكوك اللي ما كيشربش على حسب البنات. فهمتوا؟ انا غنزيد بشويه بشويه. كما كتشوفوا انا دابا انتو هاد الكوك راه جاني كافي، نزيدو غير واحد شويه صافي. صافي البنات هنا كما كتشوفوا ها هي المعلكه ديالتي ديال الكوك. هنا البنات عندي هنايا الماء الزهر، غنديرو فواحد شويه واحد الزليفه صغيره على هاد الشكل بشويه. هنا البنات كديروا كويرات القياس ديالكم، غديروا شويه الماء الزهر في يديكم على هاد الشكل، وتاخذوا القياس ديال المعلكه اللي بغيتو الشكل اللي بغيتو نتوما، هي كبيره صغيره. صافي البنات وديروها في السكر كلاصي. هنا عندي سكر كلاصي البنات سبيسيال، هنا ديروا البنات سكر كلاصي سبيسيال، اما اللي درت في المعلكه غير البنات غير السكر كلاصي العادي. انا البنات ما كنديرش ايديا، ما كنديرش ملي كنديرها ما كنديرش سكر كلاصي، كنحطها حتى كنساليها عاد كنديرها في السكر كلاصي. المهم كنبقى على هذا الشكل، كناخذ القياس ديالي ديال المعلكه ديال الكوك صافي، وكنحط في هكايا في البلاطو. ملي كتكون ايدك بوحدك راه ما يمكنش ديري تخشي هكايا وديري هكايا، ما كان انا بعدا ما كنقدرش، كيعجبني حتى كناخذ القياس وداك الشيء صافي، وعاد كنديرها في السكر كلاصي صافي. غادا بنفس الطريقه البنات حتى كنكمل المعلكه ديالتي بنفس الطريقه صافي. هانتو عرفتي ريحه المزهره البنات نهار فنه صافي. دابا غنبقى غادا بنفس الطريقه حتى نكمل صافي. عينكم ميزانكم البنات، اللي بغات تعبر المعلكه ديالها تعبرها في الميزان وتبدا تنقص. المهم بالكف ديالكم بحال هكايا كتحسوا بديك المعلكه راه واخده قياس واحد صافي البنات. صافي البنات هنا بعد ما كملت المعلكه ديالتي صافي، هنا باش ايديكم ما يعمروا ما حتى شي حاجه، هي الطريقه ديالتي صافي. كنحط هنايا المعلكه وكندير لها السكر كلاصي مزيان بحال هكايا، نزيد وحده اخرى على هذا الشكل. المهم البنات غير بالنسبه اللي كتكون ايدو وحده ما حيلتش، المهم انا طريقتي هي هذه. المهم غير تبعوا طريقتي على هذا الشكل، حتى هذه الطريقه اللي قلت لكم ديروا كلشي وعاد ديروا تفندوه حتى هي طريقه زوينه البنات. المهم هانتو عمروها بسكر كلاصي على هذا الشكل، شفتوا عمروها سكر كلاصي على هاد الطريقة وحطوها. المهم أنا غندير هاد الطريقة هكايا كيما كيبان ليكم. صافي البنات هنا كيما كتشوفوا بعد ما قديت الحلوه ديالتي المعلكه بالكوك، انا صافي دابا غنديرها في الفران لتحت حتى تشقق ليا البنات، وغادا نطلعها الفوق ما كاملش جوج دقائق ونحيدها. المهم ندخل هذه طيب وعاد ندوز ندير لاطا اخرى. صافي هنا البنات كيما كتشوفوا اللاطا الاولى راه درتها كطيب، هذه اللاطا الثانيه يعني ما عندكمش مشكل تخافوا تقولوا حقا خاطني راه ما وجوج لاطات، لا غير باللاطه باللاطه على هذا الشكل. نهز بشويه ونبدا نحط.
كما كتشوفوا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال الكوك اللي قدمت معكم اليوم. كنتمنى هذه الحلوه تنال الاعجاب ديالكم البنات، كتجي معلكه وكتجي غزاله وكتجي غير تبعوا غير الطريقه اللي قدمت معكم، راه كتجي ناجحه مليون في المئة. ما تنسونيش البنات من اللي لايك ومن البارطاج باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. دمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.